طيبين متابعي سبارتا سي ان سي ورك شوب، مرحبا بكم. اليوم راح نتكلم عن اهم واشهر اجهزه النجاره في العالم، وهو جهاز الروتر اليدوي، واللي لا تخلو منه اي ورشه نجاره بشكل عام او ورش الديكورات بشكل خاص، وهو عباره عن محرك ذو سرعه عاليه جدا، تختلف باختلاف شكل الجهاز وحجمه لتصل بين 10,000 دورة بالدقيقة إلى أكثر من 30,000 دورة بالدقيقة، يتم تثبيت عليها ضربات أو ريش الحفر والنحت باختلاف أنواعها وأشكالها واستخداماتها طبعا. وهو على نوعين، الجهاز الكبير البلونج روتر والجهاز الصغير التريم روتر. نبدأ بالكلام عن جهاز الروتر الصغير التريم روتر، وهو على ماركات وموديلات كثيرة، خفيف الوزن 2 كيلوغرام تقريبا، سهل الحمل والحركة. هذا الجهاز اللي عندي ماركة ماكيتا 3709، ياباني الصنع، ثابت السرعة، تصل سرعته إلى 30,000 دورة بالدقيقة، ولكن هناك أجهزة مشابهة متغيرة السرعة يمكن استخدامها بيد واحدة وبكل سهولة. في حالة تبديل أو تثبيت الريش نقوم بفتح هذه العتلة، ومن ثم فتح هذه البكرة لاستخراج الجهاز من قاعدة الروتر، ومن ثم نقوم بتبديل الضربة أو الريشة بكل سهولة. وهذا نموذج لقطعة تجارية تم حفر حروفها على قطعة من خشب السنديان الطبيعي باستخدام التريم روتر. طبعا كما بينت سابقا بأن هذا الجهاز خفيف الوزن، وبما أن خشب السنديان من أنواع الخشب الصلبة، فأنا أتحكم بالجهاز بكلتا يدي لسيطرة أكثر في هذه الحالة وتجنب أي أخطاء جانبية أو عيوب أثناء حفر النقوش، ولتظهر بشكل أكثر إتقانا. ولكن مع القطع الصغيرة وأنواع الخشب قليلة الصلابة، فالتحكم به بيد واحدة أمر سهل، مثل حفر حروف هذه القطعة كما نلاحظ، أمر سهل وسيطرة عليه بشكل أفضل. وأيضا في حالة عمل إطار جميل لهذه القطعة، أما جهاز البلونج روتر فهو أيضا على ماركات وموديلات مختلفة. هذا الجهاز ماركة بوش الألماني، متغير السرعة من 1 إلى 6، أي من 11,000 دورة بالدقيقة إلى 28,000 دورة بالدقيقة، جيد لأعمال الحفر والنحت الداخلية. يمكن السيطرة والتحكم به بشكل أفضل عن طريق هذه القبضات الجانبية، وأيضا بثقل وزنه يساعدنا على الثباتية أكثر. هذا السهم يبين اتجاه دورة الموتور، أي يدور باتجاه عقارب الساعة، فيجب الحركة عكس اتجاه عقارب الساعة. لتغيير أو تثبيت الضربات والريش على هذا الجهاز نقوم بذلك بشكل سهل، وهو بالضغط على هذا القفل، ومن ثم فتح هذه البكرة وتبديل الضربة بكل سهولة. طبعا لتغيير ارتفاع الجهاز وعمق الحفر باستخدام هذه العتلة، وأيضا تقفل الارتفاع بإرجاعها، فيكون عندنا العمق المحدد بهذا الشكل. وهذه نفس قطعة خشب السنديان قمت بتفريغ حروفها بواسطة جهاز البلونج روتر، فهو جيد وسريع لأعمال التفريغ،
وأيضا هو جيد ومناسب لعمل ونحت الإطارات المتنوعة بتنوع الضربات والريش المستخدمة معه. وهذه مجموعة من ماركات وموديلات البلونج روتر والترم روتر المتنوعة. شكرا لمتابعتكم، وأرجو أن قد نال الفيديو إعجابكم وتمت الفائدة. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب لتدعيم وتنشيط القناة وللاستمرار على تقديم كل ما هو مفيد وممتع. أخوكم محمد من سبارتا CNC Workshop.